اول حاجه كوانتيفايرز هي عباره عن كلمات بتدل على الكميه، تمام، او على الحجم، خلاص. سواء كان بقى بنستخدمها من الكاونتبل او للانكاونتبل. هناخد دلوقتي مع بعض تمام. الكلمات اللي بتيجي مع الكاونتبل والانكاونتبل، والكلام واضح لان الكميات او المعايير اللي انا هستخدمها دلوقتي ديت لو كاونتبل بتيجي مع الاسم البلورال فقط، بتيجي قبل الاسم البلورال بس، اوكي، تمام. تمام. في بعض الكلمات طبعا مشتركه ما بين الكاونتبل والانكاونتبل، ودي برضو هنقول عليها وهنقول الفرق ما بينها، اوكي. تمام. لكن كلامي واضح، انا بتكلم عن الكاونتبل، فهنا الكاونتبل هو الاسم الجامع، ده معناه، اوكي، تمام. تمام. اول كلمه عندنا في الكاونتبل هي كلمه many. What's the meaning of many؟ يعني بعض. لا، many يعني كثير. وبتقابلها في الانكاونتبل هي much، تمام. بعد كده تمام. كلمة few، قليل قليل أو من أو a few، وتقوليلي بقى الفرق ما بينها. still a little. برافو، little و a little. ممكن تقوليلي وهي ليه حاسة إن احنا أخدنا ده في الترم الأول؟ عشان يمكن من زمان قوي. أو ممكن عشان من بدري فعلا. طيب قوليلي الفرق ما بين few a few. لحظة، ماشي، صراحة مش فاكرة الفرق. just try. بس فيو انه قليل، بس ماشي، بس بيجي بعدها نون ولا ايه؟ طيب انا هقول لك دلوقتي هنعمل ما عنديش فكرة، حاسة ان انا ناسية الهايمر. تمام. عموما هي كلمة فيو او افيو وليتل والتل. كلمة فيو يعني قليل ولكن يكفي، سوري، فيو قليل ولا يكفي، لكن افيو معناها قليل ويكفي، تمام. الناحية التانية ليتل والتل، ليتل معناها قليل ولا يكفي، التل معناها قليل ولكن يكفي. يبقى انا الديفرنس عندي هنا هيكون عبارة عن ايه؟ انه هنا وجود حرف الايه ده، وجود حرف الايه اداني معنى الكفايه، او ان الحاجه ديت ايه يعني، ممكن كافي. ممكن تكتفي بيها. طب بالظبط، ممكن اكتبها نوت جنبها بليز، عشان لما حضرتك تبعتلي البتاع ماشي، عملت لك ايه، انه البورد يعني. ماشي، حاضر، ثواني كده، خلينا نكتب. نكتبها بقى على ايه جنب رايك؟ ماشي تمام. خلينا من هنا مثلا جنب نوت او حاجه. نوت، أجين كلمة فيو وي أفيو. كلمة فيو معناها قليل، وأفيو معناها قليل، الاتنين معناهم قليل للاسم المعلوم، قليل. أوبس، سوري، ده قليل، لا إله إلا الله محمد رسول الله، قليل للاسم المعدود. ولكن وجود حرف الأي يدل على الكفاية أو الاكتفاء، تمام. يعني فيو معناها قليل ولا يكفي، أما إيه فيو قليل ويكفي. قليل ويكفي. صعبة؟ لا تمام. It's okay. نفس الكلام ينطبق على مين؟ على little و little، بس الفرق ان فيو مع الاسم الكاونتبل، اما
ليتل و ليتل مع الاسم الان كاونت. فانا نيجي بعد كده لكلمة a lot of، هنبدأ بقى من أول هنا الكلمات اللي هي المشتركة اللي ما تمام. بين الكاونتبل والانكاونتبل. lot، بصي هي lots of equal a lot of، الاتنين زي بعض. تمام، طب ايه بستخدم دي امتى ودي امتى؟ لا الاتنين زي بعض، مفيش أي فرق بينهم اطلاقا في طب ليه الاستخدام. عاملينهم اتنين خدي يعني؟ بالك، لا ما هي الاس هنا تدل على الاكتفاء والاي هنا تدل على الاكتفاء برضه، تمام. عرفت ازاي الفرق بين الليترز بس مش اكتر. حاجه تانية كمان لازم تاخدي بالك منها، ان هما بيجوا بعدهم اسم جمع او اسم uncountable. يعني اقول a lot of water a lot of students، لكن ما اقولش مثلا a lot of student. تمام. تمام، ايه كمان؟ حتى لو lots of طبعا. برضو بلو اللي بعدها some و any، وإني ودول اكتر اتنين يعني مشهورين جدا يعني ما شاء الله. حقيقي. تمام، طيب عايزة اعرف بقى ايه ال difference between them يعني. some بتيجي مع مين وال any بتيجي مع مين؟ مع السنجلر والاني مع البلورال. لا لا يعني احنا كلامنا كده، بصي معانا ال countable plural مفيش singular خالص، ومعانا ال uncountable. فانا لكن تعالي انا اقولك، اولا الاني، انا هبدا بالاني الاول. ماشي، الاني ماشي. بتيجي مع الجمله النيجاتيف او الكويشن. فانا والكويشن هنا يعني بيسال عن الكميه، اوكي، او العدد خلاص. اما تمام. سم، اما سم تيجي مع الجمله البوزيتيف المثبته. تمام خلاص. ايوه، وايه كمان؟ ما بتجيش مع النوت ابدا، واوقات بتيجي مع الكويشن، ولكن في حالة حاجة من اتنين، يا اما العرض يا اما الطلب، يعني الاوفر او الايه او الاوردر. تمام اوكي. تمام. طيب انا دلوقتي عندي سؤال، انا مش عارفه استخدم سم ولا اني، ده سؤال وده سؤال، انا مش عرفني، مش فاهم المعنى. بص يا ستي، انا اقول لك الايه، الزيتونه، اذا كنا بنتكلم عن ان السؤال بتاعنا بيبدا باز، نعمله كابيتال باز بس او اور او ووز او وير. طبعا كل دول بيتسال بيجي بعدهم كلمه زير، معناها هل يوجد. فهنا انا بستخدم اني. تمام، تمام. اما لو السؤال بتاعي بدا بكود، بدا بود يعني في استعطاف شويه، بكان، بشال، بويل يعني بيدل على شويه استعطاف. تمام، فده معناه ايه؟ معناه ان انا هستخدم مين؟ سم. استخدم مين؟ تمام. صعبة؟ لا سهل. طيب تمام اوكي سلام. تمام، طب تعالي نشوف عندنا كمان ايه تاني. عندنا طبعا hardly any، نفسها نفس المعنى بالظبط. تمام، plenty و تمام. much، plenty much many هي هي، بس plenty بتيجي مع الاثنين، اما many و much مختلفين. بس تمام. كده كده يعتبر grammar unit 6 كله خلص، مفيش اي مشكلة. Do you have تمام. any problem in that؟ نو. طيب انا هقول لك السنتنس. تمام، وعايزاكي تقولي لي يا ترى استخدم ايه، ولا اكتبها لك افضل؟ بعد ما نبدأ نبعت بقى ده الأول، فاهم ايه؟ أو مثلا نكتبه هنا. أيوة، عشان أغش منك. هتغش من هنا؟ ماشي قشطة، يلا قبل ما يعني منى ماشي. paint hardly any time in the gym.
this days. تمام، عاوز تمام. نستخدم ايه؟ عاوز نستخدم little. ليتل هقول منى سبنت منى سبنت ليتل وانا ليا دعوه بمنى سبنت ديت خالص. تمام، انا حل، انا كل ده ماشي كده، كل ده كده انا ماليش دعوه، كل ده هينزل زي ما هو. تمام، ماشي. نيجي عند دي ما بقول كده ارلي انه ال اجلها ونحط لك. ليتل. برافو عليك، بدون اي اختلافات في اي. صعبه، لا سهل، نفس معاناتي وانا بحل برضو على مجبتهاش اللاب. انا اصلا. تمام، استنى نشوف لنا سؤالين تلاتة كمان. طيب بكده نقدر نقول ان احنا فنشنا يونت 7، يونت 6 سوري. خليني بس اصور كده كام بيج، احفظي الاول. تمام، تمام خلينا نصور كام بيج من كتاب الجرامر ونبدأ نشتغل عليه. اوكي تمام تمام.